كل سنة وانت طيبة يا عوضية. وانت طيب يا رب. وربنا يحقق كل أمانيك الطيبة إن شاء الله. آمين يا رب. من وين يا أستاذ عوضية؟ الخرطوم يثرب. الخرطوم من يثرب، يا سلام، ما في كلام. قرابنا ناس يثرب ديل قالوا عندهم قروش، صحيح؟ معنا عندكم قروش، ما ضحكت كده. طيب عندنا منو ثاني يا جماعة؟ طيب طه. عليكم السلام ورحمة الله. يا سلام، حباب طه. مرحب بك. من الجزيرة، إن شاء الله أنت كويس. والله الحمد لله، إن شاء الله أنت طيب. أنا مبسوط، كل سنة والعيد ماشي عليكم بجمال وأمان وراحة وسلام. كل سنة أنت طيب، ربنا يحقق الأمان. من وين في الجزيرة يا طه؟ أنا من قرية اسمها قمري، ريف الحوش، ولاية الجزيرة. حباب القمري. ودباس. أبو طوق. وقلوبية. يا سلام يا أخي، حبابك والله. العيد معاك وتمام؟ والله الحمد لله، الله يكرمك. صليت صلاة العيد وين يا طه؟ والله أنا ما صليت، كنت قاعد في البيت، كنت نايم ذاته ما حضرته. نمت. إن بقيت يا طه كنت صاحي، كنت مشيت. ما بمشي لأنه أنا أصلاً ما نايم، ما في طريقة توديني. يا أخي إن شاء الله ربي يديك الصحة والعافية يا أخي. وكل سنة وأنت طيب ودائماً مبسوط وفرحان، وإن شاء الله ربنا يديك حظ أوفر كده. تمام؟ ان شاء الله. طيب يا اخوان، هذه الفقرات طبعا كما عودناكم دائما هي برعايه كوفتي 10 في 10، وصاحب الاجوبه الكثيره او الاجوبه الصحيحه من العشر اسئله حيفوز معنا ب 10,000 جنيه مقدمه من كوفتي. طيب معانا الاستاذ طه من الجزيره، ومعانا من يثرب الاستاذ عوضيه، مش كده؟ معايا الاثنين؟ معايا يا جماعه معك. عوضيه معك. مرحب حبايبي. استاذ طه معاي؟ معاك جدا. إذن عوضية وطه هتلعب الجزيرة ضد الخرطوم، حوريكم قوانين المسابقة. طيب العشرة في عشرة دي كل واحد بنديه شنو؟ 10 أسئلة، تمام؟ كل واحد حياخذ سؤال سؤال زي ضربات الجزاء، كويس؟ طيب ما عندنا وسائل مساعدة على الإطلاق، بنقرا السؤال مرة واحدة فقط. أول ما نقرا السؤال بيبدأ العد التنازلي 10 ثواني للإجابة على السؤال، تمام؟ ما في أي مساعدة لا من قريب لا من بعيد، اتفقنا يا جماعة؟ عوضية وطه إن شاء الله متفقين؟ سمعتوني كويس؟ إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. الاثنين نقول بسم الله. بسم الله. يلا بسم الله. حنبدأ بطه من القرية ريف الحوش قمري. جاهز معانا طه؟ جاهز. بسم الله. يوم عرفة هو التاسع من ذي الحجة، الكلام ده صحيح ولا غلط؟ صحيح. جول الجزيرة، الجزيرة والهدف الأول. السلام عليك يا طه. يا سلام. نعود إلى الخرطوم. عوضية. عوضية. أيوة. خليك معي، ركزي معي أنا. أنت عوضية فاتحة التلفزيون؟ لا لا. طيب ركزي معي وخلي إجابتك سريعة لأنه الثواني بتبدأ طوالي. تقع مدينة بربر على الضفة الشرقية للنيل، خطأ أم صح؟ صح. جول يثرب، الخرطوم تتعادل مع الجزيرة. طيب نعود إلى أستاذ طه. طه. نعم. برج إيفل في باريس تم تشييده من الأسمنت، خطأ أم صح؟ من الرخام. ها؟ خطأ. الله عليك في البربغون. يا سلام في البربغون، الله عليك يا أستاذ طه. استاذ عوضية. ايوه استاذ عوضية، ليه بتتاخري؟ انت ما سامعانا كويس؟ انا سامعاك. لا بس ركزي معانا، لما نقول استاذ عوضية قول لي ايوه، تمام؟ طيب استاذ عوضية. مرحبا. طيب تقع مدينة رفاعة على الضفة الغربية للنيل الازرق، خطا ام صح؟ خطا. جول الخرطوم تتعادل، الله عليك يا استاذ عوضية، ما في كلام. نعود لاستاذ طه. نعم. بئر زمزم في اليمن، صح ولا غلط؟ غلط. جول، الله عليك. أسئلة سهلة وهدايا، كل الناس شغالة تمام، منافسة قوية. لكن الجزيرة في الخرطوم. أستاذ عوضية، المدينة التي تسمى أم الغرى هي مكة المكرمة، خطأ أم صح؟ أي صح. جول تعادل، يا سلام كده. 4-4 صح؟ بعد الناس تقرب تقرب 4-4 3-3 ولا 4-4؟ معقول؟ دي أداب 3 أسئلة؟ ما شاء الله، أنا بكون رسالة لتعليمي. طيب جاية الأسئلة الصعبة بعدها أستاذ طه، ركز معي. في أي قارة تقع صحراء كالاهاري؟ أفريقيا. جول
سلام عليك يا استاذ طه، شغال شغل جميل. طيب استاذ عوضيه مرحبا، اكمل المثل ما هكذا نسمع يا جماعه في هاي نسمع الصوت هنا في حاجات. طيب اكمل المثل ما هكذا تورد شنو يا تورد يا سعد؟ ما هكذا تورد الابل يا سعد. ايوه 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 ايوه، لانه نقط المفروض تكون قبلي. يا سلام، في المرمى قول، في المرمى قول. تمام تمام، قول لي عمر اسكت لانه بجيو هاي، لانه عامل لي جوطه، والله عامل لي جوطه. طيب عمر مهند عاملين مشاكل. طيب احدى دمنو استاذ لخبطوني استاذ احدى مدن لبنان وبها مناطق اثريه وتعرف بمدينه الشمس، ديات مدينه عدا شغال لبنان. البندقيه. ها البندقيه دي مدينه في ايطاليا، دي بعلبك يا جميل بلاوت يا طه. معلش نرجع للاستاذ عوضيه، ممكن فرصه تتقدم. سلطان عمان الجديد والذي خلف السلطان قابوس هو دمنو؟ سلطان سعيد بلاوت. هو هيثم بن طارق. لا بلاوت، معلش ما بلاوت، معلش كده تعادلنا متعادلين. طيب يا استاذ طه، وحدة قياس المسافة في الفضاء الخارجي تسمى شنو؟ الفانومتر. فلاوت. هي السنة الضوئية. معلش فلاوت، الخرطوم أو الجزيرة في الأوت. سؤال للخرطوم يا أستاذ عوضية، ممكن تتقدمي. مدينة النهود هي إحدى مدن ولاية شنو؟ شمال كردفان. في الاوت. كردفان. في الاوت. معلش ما قلنا الاجابه واحده بس تعتمد. معلش كنت يعني فرصه جاتك هديه تتقدمي. معلش نحن متعادلين، ما مشكله متعادلين، دي حلاوه المسابقه كده. استاذ احد الاحواض الجوفيه الرئيسيه في وسط السودان ويحمل اسم احدى مدن شمال كردفان، فما هو؟ والله السؤال ده ما سامعه كويس. طيب نعيده لك، نوقف العاد يا جماعه، العاد حتى نمشي عادي. طيب ركز معايا يا استاذ طه، احد الاحواض الجوفيه الرئيسيه في وسط السودان ويحمل اسم احدى مدن شمال كردفان، فما هو؟ حوض البقاره. تلاوت. هو حوض بارد الجوفي. تلاوت. ما في اي احمر؟ اديتونا احمر، انا ما بشوف. اقول تيت الليله ما قال لي. طيب نعود الى استاذ عوضيه، ده مش اخبط السؤال ده. طيب كان دليل النبي وابو بكر الصديق في الهجره من مكه للمدينه، فمن هو الدليل؟ الدليل منو؟ عبد الله بن قريظه. يا يعني ما قريظه منو؟ قالت قريظه عبد الله بن ابن منو؟ اللي اسمه بس ها؟ هو عبد الله صحيح، لكن انت ما قلت عبد الله. عبد الله بن قريظه. لا ما صحيح، عبد الله بن اريقط ما قريظه. اي ما بس اللي ما قادر عنده. انت ما خشيتي في الجوجل ما كده؟ لا والله العظيم لا والله. لا ربنا يعينكم ان شاء الله. اذا الخرطوم تتقدم. طيب نعود من جديد لاستاذ طه، فرصه للتعادل يا استاذ طه. في اي بلد تقع صحراء نيفادا؟ نيفادا؟ ايوه. صحراء كبرى. في الاوت. تقع في الصحراء الكبرى. معلش يا استاذ، هي في امريكا. طيب نعود للاستاذ عوضيه، ممكن كده تتقدمي وتقربي شديد. امر النبي صلى الله عليه وسلم امره النبي صلى الله عليه وسلم بتعلم لغه اليهود، فمن هو هذا الصحابي؟ سعد بن زيد. معلش في الاول. زيد. لا ما خلاص، زيد بن ثابت. خلاص في الاول. طيب نعود لاستاذ طه، ممكن نتعادل. قوة الامم المتحدة الامنية المؤقتة في منطقة ابيي تعرف اختصارا بشنو؟ اي
هو المتحدة اليونيسيف. جول! يا سلام عليك! يا سلام جميل! نعود إلى الأستاذ عوضية في يثرب. هيئة دولية تعنى بمكافحة الجريمة. شنو؟ بعدين ها؟ الانتربول يا استاذ عوضية في لاوت معليش. نعود الى استاذ طه. طيب استاذ طه، المصدر الرئيسي الذي يمد مدينة بورسودان بمياه الشرب هو خور شنو؟ وحبل في لاوت. خور اربعات يا اخي، خور اربعات. معليش كده النتيجة كم يا جماعة؟ ولا ما ظهر لي يكون النتيجة؟ كده هم 10-10. طيب هو السؤال الأخير للأستاذ عوضية، نحن بدينا بالأستاذ طه، معناه دي آخر حاجة لأنه أيوة آخر سؤال في المسابقة، لا للمسابقة كلها بدينا بالأستاذ طه يا جماعة. طيب أستاذ طه خلص الأسئلة بتاعته، أستاذ طه خلص الأسئلة بتاعته ونحن هنشتغل مع أستاذ عوضية. أستاذ عوضية إذا جاوبت على السؤال ده هتفوزي بال10,000 لأنكم متعادلين. حال انسداد الشرايين والتي تؤدي إلى موت المنطقة التي يغذيها أو يتم تغذيتها من جسم الإنسان تسمى شنو؟ حالة شنو؟ حالة فلاوس. معلش يا أستاذ عوضية الجلطة، إن شاء الله ربنا يحمينا وإياك وأستاذ طه من الجلطة. طيب أستاذ عوضية ركزي معي، استاذ عوضية ركزي معي. طيب استاذ طه انا ما خليت الجلسه، لكن انت ما سمعتني، انا تليفوني مقطع. ايوه والله أيوة. انا ما سمعتك معلش. طيب والله قلت لك الجلسه طوالي. معلش احنا اسفين، يمكن تليفونك انت. طيب نحن نعالج المشكله دي. طيب استاذ عوضية معي. ايوه. طيب استاذ طه معي. معك. طيب ربنا يديكم الصحه والعافيه. دقيقه يا جماعه، دقيقه، حنسال اي واحد فيكم سؤال، تمام؟ أي واحد فيكم ممكن يجاوب على السؤال ويضمن ال10,000، ونشوف الثاني إذا ما جاوب على السؤال صاحب السؤال الإجابة الصحيحة بيضمن. إذا جاوبتوا الاثنين على أسئلتكم الاثنين صحيحات بنبدأ ضربة ضربة. اتفقنا؟ اتفقنا. نبدأ بأستاذ طه، ركز معايا يا أستاذ طه. طيب التوقيع الشخصي بخط اليد يسمى شنو؟ توقيع ابتدائي. قال شنو؟ لا أعرف الأولى. فلاوت معلش، هو الامضاء والاوتوغراف. طيب خلاص انتهت. استاذ عوضية اذا فزتي هتشيلي الجائزه او جاوبتي اجابه صحيحه. طيب قال تعالى في سوره الرحمن سنفرغ لكم ايها الثقلان، من هم الثقلان؟ الانس والجن. جول الخرطوم، تفوز على الجزيرة بهدف أخير. إذن 10,000 جنيه لأستاذ عوضية مقدمة من كوفتي.